مرحب بحضراتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز امبارح على روسيا في المباراة الودية الثانية للمنتخبين واللي أقيمت على استاد السويس في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي نشر صور من تدريباته مع منتخبنا الوطني، وده استعدادا لمواجهة منتخب تونس وديا النهاردة باستاد الدفاع الجوي. النادي الأهلي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنتوني مودست، وده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقع اللاعب عقد لمدة سنة قبل للتجديد لموسم إضافي آخر. كرة الدوري المصري للموسم الجديد أوقعت الأهلي في مواجهة مع المصري بافتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023-2024. وكانت رابطة الأندية أعلنت انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد من يوم 18 سبتمبر الجاري، على أن تنتهي البطولة بشكل رسمي يوم 30 يوليو اللي جاي. كمان أسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 عن مواجهة الزمالك لنظيره بيراميدز في أول مباراة ليهم في انطلاقة الموسم الجديد. ونادي سيراميكا حقق الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في إطار استعداد الفريقين لانطلاق بطولة الدوري. فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اتعادل مع نادي سترة البحريني بنتيجة 2-2 في اللقاء الودي اللي جمعهم امبارح على استاد الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد. احتلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس المركز 32 في التصنيف العالمي للاعبات التنس، بحيث تراجعت مركز واحد بس بعد ما ودعت بطولة أمريكا المفتوحة مبكرا. منتخب مصر لكرة الطائرة نجح في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة إفريقية للطائرة، وده بعد ما اتغلب على المنتخب الكاميروني بنتيجة 3-1 في نصف نهائي البطولة اللي بتستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري. والاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي إلغاء مباراة منتخب المغرب الأولمبي الودية ضد البرازيل، وده بسبب تداعيات الزلزال. والمباراة كانت ضمن استعدادات أسود الأطلس لخوض أولمبياد باريس 2024 اللي جاي. منتخب البرتغال حقق فوز كبير على منتخب لوكسمبورغ بنتيجة 9-0، وده في المواجهة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن مواجهات الجولة السادسة للمجموعة العاشرة من التصنيفات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية اللي جاية يورو 2024. ديكلان رايس حصد جائزة أفضل لاعب في فريق أرسنال خلال شهر أغسطس اللي فات في بداية مثالية للاعب مع نادي جديد، وده بعد ما حصل على نسبة الأكبر من تصويت الجماهير. خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لجمانة وأحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. بشكرك يا رامي، شكرا جزيلا.